اهلا بيك، يا ريت تحكي لنا بدايه زواجك شلون كانت. تفضلي. هلا بيك. انا عشت ويا على الحلوه والمره، وعشت ويا عيالي وحموين هوايه، وتحملتهم وعلى كل شيء يتعاركون على الجهال، وما يوم شكيت ورضيت، وما يوم طلبت مني شيء. وصار عندي 3 بنات قبل لا نطلع من بيت عيالي، كان عندي 2 بنات. هو دائما يتعارك ويا ابو امه ويا اخوانه، يتعارك اني قليل ما يتعارك وياي هواي بيت عيالي، بس احنا كنا هواي يتعاركون بيناتهم، دائما زعل. فابوهم تعب الله يرحمه قبل لا يتوفى، قال لازم واحد منكم يطلع. فهو قال انا راح اطلع، هو يشتغل عماله. طلعنا بيت، قعدنا بالتجاوز، اشترى هذا البيت، هو غرفتين، وانا من قعدنا بيه صارت عندي بنيه ثالثه. ويشتغل هو، بس هو يأذينا، يعني يتعارك وياي، يظل كان يتعارك ويا اخوانه وابوه، ظل يتعارك وياي. يعني هو السبب اللي ليش يتعارك، هو اصلا انا اول ما تزوجت كان يشرب، وما حد يحاسبه وما حد يمنعه عن الشرب، وبقى يشرب. فمن يجي سكران فيتعارك ويا اهله، ويجي يتعارك وياي يضربني، يضرب البنات. البنات خطايا يحملني، بنتي الكبيرة بالسادس ابتدائي، والثانية بالرابع، والصغيرة بعد يعني هسه عمرها 2. أني يعني أوديهن المدرسة، أجيبهن المدرسة، ونطلع مثلا نسوق شي، هو يعطينا مصرف. بس دائما يتعارك ويانا، ودائما يعني يضربني، فأنا ما تحملته. ومرة قلت له عوفنا إذا ما تريدنا عوفنا. يعني أولا خلينا نقول شنو العشوائيات والتجاوز اللي نتكلم عليه قبل. إحنا نريد نقول دولة ليش سكنوا هنا. أولا إحنا في بداية التسعينات سجلنا بالعراق أنه تقريبا 99% ماكو تجاوز، والتجاري صفر عندنا تجاوز. هذا حالة موثقة في مديرية البلديات العامة بالأقضية والنواحي في أمانة العاصمة، ثبتوا أنه تقريبا 99% تجاوز سكني تقريبا ماكو، يعني 99% وصفر تجاوز تجاري. زين منين اجى التجاوز؟ اجى التجاوز عندنا بعد 2003. هذا التجاوز صار عشوائيات جوا الجسور، جوا هذه. يعني شنو معناه؟ يعني لو قلت انه فتره من الفترات كنا احنا بعض الاساتذه عندنا قاعد بالعشوائيات، او قاعد بالتجاوز خلينا نقول، او قاعد بالحواسم، ومتعلم. ليش اساله؟ يقول ما يكفي الدخل اللي عندي، هو استاذ، يقول الدخل اللي عندي ما يكفي انه انا اجر بيت في مكان ملائم، فافضل اقعد بهذا المكان لان انا ضامنه. بالمناسبة إذا أستاذ جامعي ده يسكن في شيء مثلاً، صار طبعاً الإنسان تعرفين أستاذ جامعي موظف، يستلم قطعة أرض من الدولة يبنيها ويسكن بها، أو يجمع مرات من مبلغ هذا. بس على الوضع الاجتماعي هذا اللي موجود عندنا، وإيجارات عالية، يعني أقل إيجار خلينا نحكي من الكرادة ونزولاً، أقل إيجار يمكن 250 بالأطراف، بالمركز حتى بالتجاوز أقل سعر إيجار. ألف رحمة على والديس. نجي إلى المركز يصعد من مليون وفوق يجوز، او ضمن هالحدود هذه. زين هو راتب ايش قد الاستاذ الجامعي؟ خلينا نقول 1.5 مليون، اللي هو خلينا نقول استاذ جامعي صار له بالخدمه فد 5 سنوات او 10 سنوات، ودكتور احكي له. كان زين كيف تحكين على عمال عامل يشتغل، اللي هو اجره يوم يشتغل يوم ما يشتغل على الوضع. تزوج، هو بشر، هو مثل كل الناس يريد يعيش حياته، تزوج، من سكن في شي منطقه واجره محدود، ايش تتوقعين يعني؟ يوم اليوم تعرفين الحياة الزوجية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل خاطب كاذب، يجوز وعد وعود، يجوز أمطى وكذا، بس من جاء عاش بأرض الواقع وبالحقيقة، والحياة والعيش والمعيشة صعبة، بدأت تظهر المشاكل عنده. فإحنا نقول يعني كحلول إلها أو كوضع الناس، إحنا شخصنا الحالة، قلنا إيه نعم الفقر حالة من الحالات اللي تؤدي إلى الطلاق. زين منين يجي هذا؟ الوضع السياسي والاقتصادي هو اللي أثر على البلد هذا، خلاه يوصل لهالمرحلة هذه. احنا ما عندنا الى الان بالعراق شيء اسمه بناء واطئ الكلفة، ما عندنا. احنا هسه نبني شقق بس مايه، ونبني غير بس مايه، بس بيش هذه؟ هم تعتبر غالية.
بمئات يعني شنو بعشرات الملايين، 100 مليون او 100 مليون واكثر يمكن اتصور انا اسعاره. زين هذا اللي احنا ما فكرنا نبني للناس الدخل المحدود اللي عندهم. تسأليني إلي أنا كموظف كأستاذ جامعي أقدر أشتري بس ما يقلش ما أقدر أشتري، صعب عليه 100 مليون أو 200 مليون. زين أهلك وين؟ عندك أهل أو لا؟ أنا يعني ما عندي أحد، أهلي أبوي وأمي ميتين وأخواني متزوجين وخواتي همين، بس عندي أخت وحدة يعني هي حنينة دائما تزورني ودائما أنا أروح لها تجيني تساعدني تجيب لي مسواق مرات، كلش حنينة وأنا أحبها. بس أنا هم فكرت قلت يعني أنا إذا طلقت وين أطوتشي، بس أنا من يعني جزعت من يمه فقدت هيجي، فأني لا عندي تليفون ولا عندي شي. فإجانا هو مرة قال لي أنا طلقتك، قلت له شون طلقتني؟ قال لي أنا طلقتك يم سيد وأنا رايح، وراح شهر شهرين ماكو. وأنا هم يعني بقيت أودي بنات وأجيب المدرسة، رحت لأهلي قلت لهم يا بي يقول طلقني وأنا شون أعيشن؟ فعمهم اطاني فلوس، أختي همين اطتني، بس أنا هاي الفلوس قد تكفيني يعني يوم يومين بالمدرسة. معلمات بناتي عرفن بي فظلني ساعدني، مثلا اشتري لهن اروح اسوق لهن انظف لهن بيتهن، يساعدني اروح كل يوم ياخذ بنت الصغيرة وهن البنات بالبيت ارجعهن اقفل عليهن البيت واروح حاف عليهن وما يطلعنهن حبابات ويقرن. شاطرة عندي بنتي كبيرة كل الشاطرة. ظلت على هذا الحال كم شهر، رحت ظلت يعني كل ما أضوج أروح للزيارة، فشفت أنا بالزيارة شيوخ يعني قاعدين هيك عندهم بالصحن الإمام، فسألتهم قلت لهم أنا هيك قاعد رجلاني طلقت شوي، فالشيخ قال لي الطاج يعني ورقة قال لك هذا الطلاق؟ قلت له لا أنا ما أعرف أقرأ وأكتب حتى لو طاني. قال لي لا لازم تتأكدين انت من يقول هو طلقك، وانت بعدين عندك حقوق وعندك انت عندك السماع المؤخر ما تجي تلاقيه يعني، بس ما اعرف ايش قداني عندي مؤخر وعندي العقد مالتي. قال العقد مالتك يا ما جيت تلاقيه يمي، ايش قد مكتوب بي ما ادري ايش قد مكتوب بي. قال لي روح لاهله. فرحت لاهله قلت لهم هذا الحكي، فهم يعني مخابرينه قالهم لا كذب، أنا ردت بس هاي الأشهر أنا يعني تونست وطلعت ويعني هو ما يعني شون شارد من يمنا يعني شارد من مسؤوليتنا ومصرفنا. قال لي عمه قال لي عم الجهة قال لي لا هو ما مطلقك. إجانا هو وراح قلت له خليه يجي إذا ما مطلق لي خليه أعرف شنو يعني ليش هيك يسوي. قلت له حلف لي بالقرآن، حلف لي قال أنا ما مطلقك وأني ما صدقت. قلت له خلي نروح نفس الشيوخ اللي سألتهم بالزيارة خلي نروح. فرحنا لهناك قال لهم أني كنت سكران ومن حكيت هذا الحكي وأنا كذب. قال له أنت تتحمل مسؤولية كلامك وظل يحكي وياه يعني بطل شروب بطل يعني ظل يحكي وياه هواية الشيخ. رجعنا رجع يعني ملخصها محدود وواضح. الرسول صلى الله عليه وسلم خلى القاعدة وقال من زوج ابنته خمارا كأنما قادها إلى الزنا، انتهت نقطة رأس سطر صارت. بعد انت ما مجبور ويزوج بتل شخص هيك مواصفات عنده. هسه يقول لي أنا ما أدري. يقول له زين أنت ما أدري ما سألت عليه ما رحت دورت عليه ما عرفت من هو شنو هو شي يسوي ما يسوي يعني هو مدمن. يعني إحنا هنا مشكلة صارت بعد أكبر، تزوج وهو مدمن وصار عنده أطفال. هنا يعني الزوجة شنو اللي بيدها تقدر تسوي؟ الزوجة لا حول ولا قوة. هنا يا تسأل يمكن تروح الأكثر شخص لو أي واحد تسأله يقول له صبري الخاطر جهالك، المجتمع المحيط بها صبري الخاطر جهالك، العشيرة صبري الخاطر جهالك، وش تصبر عليه؟ هو مدمن ودمر حياته ومدمر حياة عائلته وزوجته. هنا نرجع نفس النقطة، احنا ما عندنا مصحات لمعالجة الإدمان. أنا ما أعرف، أنت صححي لي المعلومة، عندنا مركز يعني مال معالجة المدمنين؟ فعلا
سامعه انت اكو شيء عندنا مراكز؟ انا ما اعرف صححيها لي اذا انا كنت مخطئ بها. ماكو مركز خاص لكن في اطباء ممكن يعالجون. صعب يعني كم واحد يقدر يروح الطبيب يقول له تعال على كم واحد متمه؟ وبالمناسبه يعني حتى لو يعني تروحين الطبيب طبيبهم لازم يوفر لك بيئه، وبالمناسبه معالجه الادمان يتم بال يعني بالتدريج يعني كميه اقل كميه اقل كميه اقل الى كميه صفر، انا ما اعرف حسب المعلومه الطبيه يحددها الطبيب ايش قد الكميه الاقل الاقل الى ان يوصل الى مرحله صفر يوصل بالادمان، بس هذه يراد لها مركز، يراد لها ناس، يراد لها مختصين. احنا عندنا بحوث ودراسات، انا احكي لك من الجامعه بحوث ودراسات على الادمان وعلى المخدرات وعلى المعالجات يمكن تحويها هذا المكان اللي احنا بيه هسه من الاطاريح والرسائل والابحاث تحوي هذا المكان يحوي وزايد عليه يمكن تطلع برا لازم، بس احنا وين الحلول؟ وين الارض الواقع اللي نفذنا من عدن؟ وين المركز اللي سويناه؟ وين الفريق المختص؟ احنا ما تطلع بالتلفزيون تحكي يمكن انتين ثلاثه ابني لا تاخذ مخدرات مو علاج وحيد هذا، مو تثقيف هذا عام بالجامعه نحكي نعم عام هذا، بس هو المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه والوضع السياسي العام المربك اللي قد يجوز ودي ظل يعني عادي نفس الشيء. انا قلت له انا هيك انت بديش الايام اللي رحت بيها ظليت هيك اشتغل، قال لي ابقي ابقي ساعد المعلمات وهذا مصرف لك والبناتك. انا الصراحه فادني هذا المصرف، صح كان هو ينطيني بس ما يكفي يعني بس اللي مسواق وهيك اشياء، بس هسه لا ظليت يعني ساعدني ينطيني ملابس البنات يعني مصرفي زاد، فظليت اضم من يمه جمع من يمه. انا ما ردت ابطل من هاي شغلتي، فظليت يعني اروح وهمي نفس الشيء ارجع البنات للبيت واروح انا مثلا ساعد المعلمات طول هاي فتره المدرسه، مرات حتى لو هي مثلا عطله ما عندنا دوام من صارت هاي بالبيت يدرسون اني يعني عادي اروح للمعلمات انه يعني يدزن علي. هو بقى نفس الشيء يبقى نفس الشيء يعني شغله وهاي يجينا سكران يضربني هاي، فبنت كبيرة ظلت تفهم قلت ليش تخلينا يضربك هن يدافعن علي ويصير بهن يعني ينضربن، قلت انت لازم تعوفينه شنو هذا يضربنا شنو ظل ما يحترمنا ما يحبنا تهلا هذا ابوك مهما يكون. قالت شلون هو جاي يسوي حرام، احنا بالقران يقولون هيك هيك يعلمونا حرام. قلت لها ماما شو سواني شبيدي يعني. فظل هو فترات شوي انتبهت عليه باوع البنات يجيب لهن ملابس، احنا ما نلبس هيك بالبيت يعني لبس هندش داشة لبس هنشي بس ما اجيب لهن مثل ملابس طيق، حتى من يطلع عن البنات يلبس هن محجبات البسهن حجاب البسهن جبوة على ملابسهن. يقول لي لا خليهن يلبسن، انت ليش تحرميهن؟ قلت له لا هن البنات تعودن ما يلبسن. فيجيب لهن هاي الملابس. فديوم اني رحت وهي هاي يعني اللي صار بيها يعني اني وراها عفت وطلقت منه، رحت يعني معلمات دزن علي والبنات بالبيت وخذت البنية الصغيرة ويعني طولت هيك ساعتين ورجعت. رجعت انا لقيت الباب مفتوح وبنات يبكن، بس من نهارات يعني صرخن ويبكن ويدقن على روحن يابا شكو شبيكن ايش صاير. جتنا جيراننا قلت لها شكو، قالت اني سمعت صريخ والباب انفتح واجيت لي البنات ما شو اسمه ما يطلعن صيح الصيحة طلعت قلت كل شيء يصير. بعدين هسه ما ادري سالي بنات ايش قلت لها مشكوره طلعانه حاكيهن. فبنت الصغيره قالت لي ابويا حصرنا اليوم ويعني يعني تحرش بيهن بناته. طبعا التحرش هو كمصطلح مصطلح فضفاض ومصطلح واسع، لان التحرش يشتمل احيانا على تحرش جسدي بفعل مادي او تحرش لفظي او تحرش حتى التحرش الالكتروني هو يعتبر تحرش. فبالنسبه للمصطلح كمصطلح هو مصطلح واسع، ولكن قانون العقوبات
بالمادة 396 تناول مسألة التحرش بالاعتداء بالقوة على جسد الضحية، وإذا كانت الضحية أقل من 18 سنة يكون العقوبة 10 سنوات، إذا أكثر من 18 سنة خلى العقوبة الحد الأقصى مالتها 7 سنوات. هل يعتبر التحرش ظاهرة متفشية في مجتمعنا حاليا؟ والله هي التحرش ظاهرة، أوكي هي ظاهرة متفشية، ولكن المشكلة وين؟ احنا اذا ردنا نقيس تفشي الظاهرة مقياس، اذا ردنا نقيسه كمقياس قانوني على مثلا مراكز الشرطة او المحاكم، جناب ايش تعرفين، احنا مجتمعنا مجتمع عشائري، وبالتالي هذا الموضوع بمساس بكرامة وشخصية المجنى عليه اللي تعرض للتحرش، فما يلجأ للقانون لانه يعتبر الموضوع راح ياخذ صدى واسع، وبالتالي مسائل التحرش اللي دا توصل للمحاكم هي مسائل نادرة وقليلة، غالبا يتم حل الموضوع بطريقة خلينا نسميها طريقة عشائرية أو طريقة متسترة، يعني بعض الأحيان حتى الموضوع لا يأخذ صدى واسع، وحالات نادرة اللي يلجون للقضاء ويلجون للمحاكم اللي معالجة هاي المسائل، مسائل التحرش. التحرش هو ظاهرة أو مضايقة أو فعل غير مرحب به، قد يكون من النوع اللفظي أو اللمسي أو الجسدي أو الجنسي، يتحول من أفعال أو انتهاكات بسيطة إلى أفعال جادة. نعم ظهر التحرش ظاهرة متفشية بالمجتمع، كثرة طبعا عندنا، قامت تجينا يعني عدة قضايا يوميا أو أسبوعيا بسبب هاي الظاهرة، بدليل أنه أجتنا قبل كم يوم قضية بنية تشتغل يم رب العمل، قامت دعوة عليها بسبب التحرش بالأكثر من مرة، ما أخذنا إحنا الإجراءات اللازمة بحق إن شاء الله. يا وين ضليت أدق على رأس، ضليت ألطوم، يعني أبي شي سوي بناته، أنا رحت رأسا لإخوانه قلت لهم هيك بنكم سوي، ظلت أمها تصرخ، ظلت يعني دق على روحها. مو بس انه تترك البيت او وتطلع او انه تشتكي عند اهل زوجها او عند اقربائها، انه تتخذ الاجراءات الكامله الكافيه ضده وبدون خوف يعني طبعا، لان هاي الظاهره راح تنتشر اذا سكتت عنها هي، فالمفروض انه تسوي اجراءات او تتخذ اجراءات بحقها حتى يكون عبره لغيره. خابره قل لهم انا ما مسوي شيء، انا كنت سكران، هاي حشته كل ما يسوي شيء يقول انا كنت سكران. هو خمر ياخذ كريستال ياخذ، يعني احنا بالفتره، احنا بالمناسبه هاي الشغلات دخيله على مجتمعنا العراقي، احنا ما كنا نعرف اكو ناس مدمنين مخدرات، ما كنا نسمع بها، احنا نسمع كان اكو ناس تاخذ حبايه تاخذ ما ادري شنو يشرب، بس مال المخدرات نادره جدا كانت عندنا، نسمع يعني جزء بالخيال مثل ما يقولون نسمع. فإذا نحن هي صارت بعد واقع موجودة، وكل فترة الدولة يعني وزارة الداخلية تقبض على ناس بيش يسيء نقدر نمنعها زين، الناس يظهرون على الحرية زين. إحنا شرير، إحنا إذا سيساوون مراك وعقوبات رادعة، أنا ما يعني شنو، أنا ذبه بالسجن، لا عقوبات رادعة أقوى، غرامات قوية يحملوه غرامات المجتمع كله، لازم شكوا ناس باع لهم وسبب لهم هاي المشكلة لازم هو يتحمل مسؤوليتهم، يعني متاجر لازم متاجر على مستوى عنده لازم عنده فد 20 كيلو 30 كيلو او لازم لطن ما ادري شنو كريستال، وحاله حاله اول جايب له اربع حبايات خمس حبايات كريستال، لازم هذا له فد عقوبه رادعه ولا غرامات لازم يتحملون. انا فد اقول لك فد عباره بسيطه، الدوله العثمانيه وبعد من بعدهم البريطانيين، من كانوا عشيره من العشائر تخرج ضدهم كان عندهم حلول بسيطه جدا يعالجون هاي القضيه، مثلا كان تكون انه الدوله العثمانيه انه عندهم احد الجندرمه يعني الشرطه العثمانيه او الجندي العثماني راح في مكان ما احد العشائر انقتل في ارضها، يعني قتل في ارض مثلا نقول في اي عشيره من العشائر، ما يكلفون نفسهم ويدوخون نفسهم، يرسلون حمله عسكريه يقولون لهم واحده من اثنين قدامكم لازم تسلمون مثلا فد الف بندقيه وتسلمون وتعطونا غرامه مقدارها مثل فد الف ليره ذهب، هاي فد عقوبه رادعه للعشيره باكملها صارت، فبحيث باكر عقبه شو يصير عندنا، شيخ العشيرة، شوفي شيخ العشيرة يجي يلزم أبناء واحد يقول لهم تعالوا، اللي يلزم مخدرات اللي يبيع كريستال مثلا بزمن الدولة العثمانية، يقول أي واحد يخرج على الدولة العثمانية أو يسوي كذا إحنا بريئين من عنده،
سوى مقاومه تسميه احتلال، انا ما لي علاقه بهذه القضيه، بدي احكي لك على المفهوم العقوبات. هسه تقولي لي هاي عقوبه جمعيه، اي نعم عقوبه جمعيه، بس انا اسال السؤال، كم واحد من ذول المخدرات والكريستال يلزمون بعدين عشيره تطلع وراه؟ سامعه بشي قضايا انت ونسمع احنا، اسمع هذا الضابط اللي قتل، منو قتل هذا الضابط اللي مال مكافحه مخدرات؟ اكيد ناس ولهم علاقه بهذا الشخص اللي تاجر مخدرات وهو لزم. قلت لهم هذا انا بعد يومين بناتي رايح شرفن يعني، وهذا ابوهن، انا بعد هذا لا يطبيتي ولا اريده. طبعا هاي ما تندرج فقط ضمن مساله التحرش، وانما تندرج ضمن مساله زنا المحارم. مساله زنا المحارم يعني القانون العراقي يتعامل وياها بحزم، وحتى من صدر العفو ب 2008 و 2016 زنا المحارم هو ما كان مشمول بالعفو، فتصور يعني حتى العفو العام هو ما مشمول به. فالافضل انه الام تحرك شكوى ضد الزوج على مساله زنا المحارم حتى يكون رادع اليه، لان هي حسب ما سمعت ضاله لحد هاللحظه هي عايشه بخوف، يعني تحس انه باي لحظه ممكن يجيها ودا يدعي يقول والله انا سكران، بينما هاي المساله ما يرتكبها لا صاحي ولا سكران. هاي مساله تنافي الطبيعه بشكل عام، يعني حتى تكرمين الحيوانات ما يسوونها. فهذا الانسان لازم يكون الى رادع قانوني من خلال شكوى قانونيه تقيمها مركز الشرطه، والقضاء راح يتعامل وياه بحزم، يعني بحزم شديد. هاي مسألة. المسألة الأخرى الزوج هو اللي صاحب السكن، أنه هل يجوز لها تبيع السكن أو لا؟ لا، بهاي الحالة هي تستحق بعد ما تقيم عليها شكوى. وطبعا الشكوى إذا قامت شكوى على أساس زنا المحارم والتحرش وثبتت عليها الموضوع وقدرت تحصل عليها حكم، إذا قامت عليها تفريق، دعوة تفريق للضرر، راح تكسبها من أول مرافعة، باعتبار هذا الإنسان مو كفو أنه تكمل حياتها وتعيش وياها. هاي مسألة. المسألة الأخرى أنه تقدر تقيم عليها دعوة بمحكمة الأحوال الشخصية بحقوقها الباقية بعد ما تحصل الطلاق، اللي هي النفقة إلها ماضية ومستمرة إلها وللأطفال اللي هن البنات، زائدا حق السكنة. حق السكنة تستحق الزوجة لمدة 3 سنوات، هو المفروض ينطيها مبلغ يوازي مبلغ الإيجار بالمنطقة اللي هي قاعدة بيها، يعني احتمال توصل 250 إلى 300 ألف كل شهر. حتى إذا كان هو كاسب أو مثلا وارد المادي بسيط، القانون حدد أقل مبلغ ينطيه هو كمعسر، نفقة المعسر يسمونها هي 100 ألف، وبالتالي هو ينطي كل واحدة من بناته زائدا الزوجة أقل ما يكون كل واحدة 100، زائدا حق السكنة. بعد ما تكسب هاي الدعاوى وتفتح بيها أضابير تنفيذية، ذاك الوقت هي مديرية التنفيذ راح تتخذ كافة الإجراءات ضد الزوج حتى يعني تأخذ من يمه هاي المبالغ، تجبيها المبالغ من يمه وتنطيها للزوجة. بحالة عدم التسديد من حق الزوجة تمشي بالإجراءات وتسوي عليه يعني يتوقف بمركز الشرطة لعدم التسديد حسب نص قانون التنفيذ، طبعا يسمونه حبس المدين باعتباره هو مدين وما مسدد فينحبس، ويظل بالحبس لحد ما يجيب شخص يكفله بالتسديد أو يسدد. مادة 402 من قانون العقوبات، حسب نوع التحرش قد يكون اللفظي عقوبته من 6 شهور إلى 3 سنوات، أما الجنسي عقوبته من 7 سنوات إلى مؤبد حسب الموقف الجنائي ضد الضحية. هذا الموضوع مو صعب، يعني صعب هذا أنه أنا أقدر أصدر قانون أو حماية الأب من بناته، صعب جدا يعني، إلا إذا ما ظهر خلاف ذلك. يعني إحنا ما نقدر نجي على أب نقول لا تقرب يم بنتك ولا تقعد يم بنتك، هذا ما ممكن، ما ممكن يعني حتى أرض الواقع، حتى بأي دولة أوروبية منفتحة. بس قولي أكو قوانين رادعة مثلا،
اكو فد يعني بس حتى التثقيف يعني بهذا الموضوع يعني انا اشوفه يعني موضوع مو بذاك الحجم يعني اشوف حالات فرديه قياسا للعدد الحجم السكان يعني مثلا انا حجم السكان العراقي 40 مليون بنصير عندي شي حاله يعني نادره تعتبر فانا ما اعتبر حتى تسليط الضوء عليها مو صحيح يعني اكو قوانين رادعه شرعيه واخلاقيه واجتماعيه وفقهيه بحقهم وانتهت القضيه ما اروج لها يعني حتى ما اتكلم عليها بشكل مباشر وبكثره بهالمواضيع هذه خاصه بالقنوات ظليت غيرت القفل مالي البيت قلت لهم خلي يطلقني انا يعني ما اريده لو شو يسوي هسه ما اريده طيب من اطلع اخذهن وياي ما اعوفهن صرت اخاف وان البنات هم يعني خافن ظلن ويعني مرعوبات وبس يبتشن ويعني ما اسولف لك حالتهن حاله من ساعدك على اجراءات الطلاق واخذتي حقوقك او لا اني المنحكي امنت بوحده من المعلمات وسولفت لها ودتني المؤسسه وهاي يعني هي للارامل وهاي وحكوا البنات شويه انطوهن حتى علاج وانطوهن حبوب واني قالوا لي ليش حقوق جبت لهم مات العقد طلع اداني قالوا انت لازم يعطيك 5 ملايين هذا ماتك يسموه المؤخر تمان لا اعرف اقرا ولا اكتب حتى بناتي انا ما شوفتهن العقد خلوا لي محامي قلت لهم بس هو يعني يشتغل عامل شلون لما لك علاقه احنا نسوي لك كل شيء رحم الله والديهم طلقوني وبعدين بقيت انا هذا بالبيت ظلت يعني شلون النفقه تجي للبنات انا اروح اروح اراجع وهي هاي البنيه مال المؤسسه تروح وياي واني ما اعرف الصراحه كل شيء ما اعرف هم يعني قالوا لي هاي تروحين تستلمين كل شهر بالنسبه للنفقه النفقه يكون من تاريخ العقد الصحيح اضافه الى تقدير النفقه تقدير النفقه حسب الحاله الماديه للزوج قد يكون موظف او كاسب فهذا التقدير يترك الى القاضي القاضي هو اللي يحدد مقدار النفقه للزوج الزوج على زوجته زين وضعك الحالي شلونه وشو اللي تخافين منه وان شاء الله احنا نسال مختصين ونساعدك بس انا موقت شغله وحده ظليت خايفه على بنات واخاف يعني بعد انه طلق وظل ينطينا اخاف يعني يجي فد يوم ويهجم علينا وكتلنا كل احنا فرحت لاهله قلت لهم وانا اريد ابيع البيت بس هو البيت تجاوز هو صح هو اشتراه بس قالوا خاف يريد فلوسه واني ما اعرف اريد اسالكم يعني انا اذا بعته اقدر اخذ الفلوس انا اريد اشتري يم عيالي لو اجر يمهم لو يم اخواتي لو اغير هو يعني اقعد بغير منطقه حتى لو تجاوز بس مكان هو ما يندله العقود شريعه المتعاقدين انتهت نقطة راسة طر ماكو بعد ما عدها سند ما عدها عقد انتهى ما أخذها بانية بالصحراء بانية لها عشة بانية لها مدري منو وتريد تصير مدري يعني شو ماكو طريقة تمليكية غير عندنا ما عندنا غير دار التسجيل العقاري أو إظهار السند بالحكم القانوني يعني المحكمة تصدر تقول الملك الفلان وانتهت القضية بس إحنا حتى القاضي ما ينظر في شيء قضايا لأنه باعتبار إنه هذه على أرض مملوكة لغير جهة ممكن يملكون جزء من عدل شخص آخر لا شيوعان ولا على أي قانون ممكن فإذا القضية تبقى معلقة على الأساس هذا إلى أن إزالتها بس قولي ممكن يعوض على أساس البناء اللي باني إيه ممكن لأنه يعني يكون فقرات بالقانون هواي أنا مو قانوني أتكلم بس إذا قيمة المشيد كانت أعلى من قيمة الأرض من حق الشخص يطلب قيمة الأرض والمشيد وإذا كانت قيمة الأرض أعلى من قيمة المشيد بإمكان صاحب الأرض يطلب المشيد بس على الأغلب من يعني من الناحية الأخلاقية والإنسانية من نريد إحنا نزيل فد عشوائية مثلا يجب أن يكون فد تعويض مجزي ضمن الحدود المعقولة بس ما أنطي على أساس أنه الأرض لا أنطي على أساس أنه شبنة باني له مثلا من بلوك باني دبل فاليوم مهم طبعا أنا هم أحسب حسابات اللي جاني تطلع أنه اللي باني له مثلا بالبيت بسيط وأعوضه في المبلغ بسيط بس باني له واحد دبل فاليوم داخل حديقة هو يعرف هاي حديقة شو أعوضه والله درهم ما أنطي لأن أخاف على بناتي وأخاف على نفسي وهاي يعني كل صار وياي بس هسه أنا أريد أبيعه
يعني هي مو قصة طلاق، أنا تحملت وأم تحملت وكل إحنا تحملنا، بس توصل إنه يتحرش ببناته لا، هذا كافر، حتى الكافر ما يسويها. فهاي مشكلتي أنا، والخيرين هواي هواي ساعدوني، يعني أنا ما بقيت هيجي وظليت هاي شغلتي، يعني ما عفت أهمين يعني. وبناتي هم يقولوا لي ساعة زوجيها هاي كبيرة هسه نجحت، الأول متوسط شاطرة، ما أريد أزوجها أنا يعني، أريدها شافت لها مستقبل. بس يقولوا لي تي بعدين شلون يعني، هم تبقى عندنا بنات مو ولد، وهم يعني أنا يعني هم اللي عشت على قدي، كل ما تكبر هي وتصير لها بالمدرسة تصير لها هواي احتياجات، وحايرة يعني شو أسوي لها. بس هي المؤسسة يعني كل فترة يطون يعني سلات يعني يساعدون، تجيهم مساعدات يساعدون. ما تقدر الزوجة إنه تبيع سكن زوجها أو السكن اللي هي عايشة به كونه هو باسم زوجها أو هو اللي اشتراه أصلاً، حتى إن كان يعني مسجل باسمه أو غير مسجل هو اشتراه، فما تقدر انه تتصرف فيه او تبيعه. لها حق انه تسكن بعد الطلاق في حال هو طلقها تسكن به 3 سنوات، اما اذا هي طلبت الطلاق فلا يستطيع انه، يعني باعتبار احنا نقول تفقد جميع حقوقها من مسكن من نفقه من هاي في حال اذا هي طلبت الطلاق، اما اذا هو طلب الطلاق هو طلب الطلاق فتستطيع انه تسكن 3 سنوات في البيت في مسكن. بالضرر نعم تسكن 3 سنوات لأنه هذا باعتبار ضرر أي، وحقوقها تأخذها كاملة، فماكو أي مشكلة من هذا الاتجاه. إحنا دائما نقول الأبناء هم الضحية وهم القنبلة الموقوتة، فإذا هي ماكو عندها حل آخر الآن غير أنه تبدأ في تربية أبنائها بشكل صحيح وتشوف لها في العمل مناسب تعمل به تعيل نفسها، أو تبدأ من الصفر مثل ما يقولون. إحنا ماكو غير هذا الحلول، غير حلول ما عندنا احنا، يعني ماكو حلول سحريه لها، ماكو كن فيكون، الله عز وجل هو اللي يمتلك هذه القدره، ولا نمتلك العصا اللي يمتلكها السحره كذا مثلا، ماكو غير انه هي تبدا بتربيه ابنائها تربيه صحيحه التي ترضي الله ورسوله مثل ما يقولون، وترضي المجتمع اللي موجودين احنا عايشين بيه اولا، ثانيا تبحث لها عن عمل صالح وصحيح تجذب منه رزق حلال تقدر تعيش ابنائها بهذا الاتجاه، غير شيء ماكو حلول. لا لها حلول نقدر هاجري، ولا لها حلول نقدر نقول تركي، ولا لها حل، ماكو غير هاي الحلول. حلو تبحث عن عمل وتبدا من الصفر، هسه الصفر صعب صعب، اشوف هاي الحياه الصحيحه والحلال صعب، دائما طريق الحق طريق الخير صعب مو بسهوله، لذلك اجره كبير عند الله سبحانه وتعالى. انا خل اقول لك على قضيه، كل دول العالم وضع رقابه على الانترنت، هسه مو رقابة عامة ورقابة كذا، أنا أحكيك على عندي صديق في بريطانيا طلبت منه في قضية ما، قال لي لا إحنا هذا الرقم من الإنترنت والفيس كله مضروب برقم، أي شيء يصير عندي أنا أتحمل مسؤولية جسيمة عليه، عقوبة رادعة. اللي عندنا هسه شنو، إحنا بيجات وعندنا يعني قنوات تبث مواضيع تخص زنا المحارم بشكل مو طبيعي. قل لي وين الدور اللي هاي البيجات او هذه القنوات انه انا انه الدوله تتبعها وتصدر عقوبات رادعه بحقهم. فتح هسه الانترنت وشوفي شنو الموجود به، منين تبث هذه؟ ما يقدرون يحجبوها مثلا، ما عندنا اجهزه حجب مثلا احنا عنها، ما يقدرون يضعون فت قوانين رادعه بهذا المجال. هذه الرادعه مو شخص، يعني انا واحد ودي يبث من الصبح لليل على موضوع زين المحارم بالانترنت، سواء كان بالفيسبوك سواء كان بالتليجرام سواء كان، احنا ما عندنا حلول يعني على مستوى الامن الوطني والدوله مثلا؟ احكي لي بهذا الموضوع انت، هذا كله تحريض على الابناء وعلى الشباب، وشباب هذه بدنا نعيش في احنا في من مستويات من الانفتاح على العالم بشكل غير مسبوق في التاريخ. فانت عندك هذا الانترنت، شنو الحلول اللي عندك انت؟ إيش قد نحصن إحنا أبنائنا، بس إحنا بزر بضغطة زر وكل شيء ينكشف عنده. أنا جوز ما موجود اليوم أنا يمه، جوز أنا اليوم يعني ما أقدر أتكلم وياه مثلاً بيا باعتبار هو وصل مرحلة بيده تليفون. تعرفون أنت بعد التعليم الإلكتروني ما صار فترة 3 سنوات، يعني مثلاً أنا ابني أنا مثلاً مسوي برنامج الأبناء إنه بعد من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب لحق لزمة،
انت خلاص بعدها ما يلزمه. من صار تعليم الالكتروني شلون انا منعه؟ واني مع علميا وطبيا انه الاعمار ما تقدر مثلا الاعمار اللي جوا 6 سنوات صفر لازم يباوع على الاجهزه اللوحيه صفر، يعني لازم مستحيل يباوع. واللي بعدهم الاعمار المحددين ما تتجاوز الساعه او الساعتين. زين اذا هي المعلمه الساعه ب 12 بالليل او ب 11 بالليل تدز له واجبات. احكي لي. زين واذا هو تليفون بيده هو رجل يعني هو طفل يعني او شاب. وبعده يعني في اول حياته ومراهق هو. عنده فضول. وعنده فضول وخاصه اذا انت عرفتي انه هو مو هو اللي يبحث عنه، هي تبحث عنه. يعني هسه مرات احنا ندخل موقع ما نشوف الا شروب دخلت علينا في قضيه ما من هذه القضايا. زين أنا أسأل أقول دور الاتصالات وين؟ إحنا كدولة نقدر نصدر قوانين نمنع على هاي الأجهزة أو هذه القنوات تبث لنا هيك شيء؟